السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. حصاة تصيح. سأل رجل عمرو بن قيس عن حصاة المسجد، عمرو بن قيس من الفقهاء، عن حصاة المسجد يجدها الإنسان في خفه أو ثوبه أو جبهته، صلون على الحصى وجد حصاة، ولما ذهب إلى بيته وجد هذه الحصاة، فقال عمرو بن قيس لهذا الرجل الذي سأله: ارمي بها. فقال: زعموا أنها أن الحصاة تصيح حتى ترد إلى المسجد. قال: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. قال الرجل: أولها حلق؟ قال: من أين تصيح إذن؟ هذا يعني فيه لمحة للناس الذين لا يعقلون كيف يكون الحديث معهم.